أقامت سفارة مملكة البحرين في سلطنة عمان احتفالا بمناسبة احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783 ميلادية، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم. حضره جمع غفير من الدبلوماسيين في السلطنة والوزراء والمسؤولين. وقال سفير مملكة البحرين لدى سلطنة عمان سعادة الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي إن الاحتفال بهذه المناسبة يمثل ذكرى خالدة في نفس كل بحريني، مشيدا بالمشاعر الأخوية الصادقة التي أبداها الشعب العماني الشقيق بهذه المناسبة الوطنية المجيدة. ونحن نستقبل هذا اليوم الخالد الراسخ في ذاكرة كل مواطن بحريني مخلص ومحب لوطنه ولقيادته الحكيمة، أن أرفع إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء، وإلى الشعب البحريني الوفي